شيخ القراء في المطبعة، مطبعة الملك فهد للمصحف المصحف الشريف اللي في نعم المدينة نعم. شيخ القراء اسمه عامر سيد عثمان، ولد عام 1328 وهو من أهل مصر الكرام، وتوفي عام 1408. يقول الشيخ محفوظ: وكان هو شيخ القراء في المجمع، أصابه مرض في حنجرته في آخر 7 سنين من عمره، فأصبح لا يقرأ الطلاب إلا بالشهيق والزفير، بالكاد يخرج الحرف من حنجرته. المهم أصبح طريح السرير الأبيض وأسير تلك الأسرة. بقي في المستشفى حتى عدمت حباله الصوتية بالكامل، أصبح لا يتكلم ببت شفه ولا ينطق بحرف. في ليلة من الليالي وإذا بذلك الصوت الندي والتلاوة الذهبية كأجمل ما تسمع تاليا لكتاب الله، يخرج من بين جدران تلك الغرفة. من اللي يقرأ؟ هم يعرفون أن صاحب هذه الغرفة خلاص حباله عدمت. وإذا بالشيخ عامر سيد عثمان يتلو آية القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يأتي إلى البقرة، ثم ينتهي من البقرة إلى آل عمران، ثم من آل عمران إلى النساء، ثم بقي يومه يقرأ القرآن. ثم جاء من الغد فأكمل، كلما انتهى من صورة جاء للتي تليها، ثم جاء إلى قول الله جل وعلا آخر ليلة. شوف تخيل، هذه الليلة الثالثة وهي متتابعة في تلاوة لآية القرآن، جاء عند قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم افطارت روحه إلى ربه. ختم القرآن من أوله إلى آخره ثم مات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انظر إلى الركن الذي قام عليه هذا الصدق، وما بدلوا تبديل.